كيف كتشوفوا معايا هنايا اخواني اخواتي، هنايا راه كتشوفوا هذا راه جبن طبيعي فروماج كما كيقولوا فروماج بلون. هذا راه صوبته بالحليب ديال البقر، او ديروا الحليب الاخر اللي بغيتيو. هذا درت فيه شويه ديال الحامض ورديته يغلى صافي، وخليته كيتصفى مزيان، خليته يتصفى مزيان تقريبا ليله كامله. ومن بعد زدت عليه زيت الزيتون كيف كتشوفوا، الملح مليحه، وهذه الثومه ها هي، درت تقريبا راس ديال الثومه. دابا غادي نخلط مزيان باش نحصلوا على هذا الجبن هذا ديال الدار. نقدروا نوظفوه في الفطور ديالنا ولا نديروا به بعض الفطائر، راه كيجي طبيعي وصحي. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم.